السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نروحو لقصتنا حبيت نترحم على الأخت اللي حكات لي قصتها اللي هي تاع العشرية السوداء، إلا تشفاو لها القصة الطويلة كاع اللي درتها لكم واحد المرة. راهي ربي يرحمها ويوسع عليها. يعني بنت خالتها كانت تواصلت معايا في الخاص وقالت لي باللي قولي لي زابوني كاملي ترحموا عليها. توفت الأم نتاعها الحقيقية، يعني أمي ليسا توفات ربي يرحمها، ادعوا لها كامل. والله غير صدقوني كان صدمه ليا كي سمعت هذا الخبر، لانه راهي ابوني عزيزه على قلبي بزاف، تبعني منذ يعني تقريبا بدايه قناتي. لهذا نتمنى منكم كامل تترحموا عليها في التعليقات، على الاقل تكتبوا لها كلمه تتجبروا لها بخاطرها. ونفوتوا القصه نهار اليوم مباشره. معكم نوال، قصتي سميها اعترافات، لانه واش راني رايحه نهضر، نتمنى تغيري الاحداث اللي تكون وين نسكن واش اسمي، لانه صراحه راهي صادمه. وما دام درت الخطوه وجيت نحكي اعرفوا باللي راني ندمانه بعد الشيء اللي كنا عملناه، ونتحدى اي وحده دارت الشر اللي كنت درته انا وماما، يعني مع ندامتي الكبيره. اكيد انا بدات حكايتي نهارزت، يعني ما نشفاش لروحي، بصح ماما اللي كانت تحكي كانت تقول لي عندي سلافاتي، ويعني الدار العائلة الكبيرة كاع يغيروا مني بحكم ماما كانت بزاف شابة وشاطرة ولاتية بالدار على أكمل وجه، حتى عجوزتها كانت وين تروح تمدحها. الغيرة نتاع سلافاتها ولاو يلحقوا وين يديرولها مشاكل ما بينها وبين راجلها اللي هو بابا. بعدها عجوزتها بالطولة دارت عليها ولات تديرها بأنها المسؤولة على أي حاجة كانت تصرى، كما قالت لي ماما انا كانت باش يشتي مالحة. بصح ماما ما كانتش سكتت على كامل الاذى نتاعهم، على بالي بلي لو كان احتسبنا امرنا لربي رانا رايحين ندو فيه الاجر، لكن الانتقام بدا من نهار وليت انا في عمري 16 سنه. ثم انا كبرت وليت نبان ولات تقارني ما بين بنات الواساتها وكامل الدراري اللي تما، شافت بلي حتى انا وراهم يغيروا مني، على باليش الا صح ولا وسواس. انا كي لحقت لسن معين اللي وليت نعرف فيه يما دايما تقريني وتقول لي هادو راهم عديان، ما راهم عماتك، ما راهم نسع عمومك. كبرت على هاد الفكره وليت حتى انا نكرههم، وبنات عمي وولاد عمي حتى هما ما ندصرهمش وما نحبش نهدر معاهم. واي وحده تحب تجي لدارنا زعما تكون قرايه ما بيناتنا ولا، انا ما نبغيش كاع ندصرها غير نصدها. وثانيك عندي بنت عمي وحده كانت تقرا في نفس المستوى نتاعي، مسكينه هي كانت مريضه بمرض الكانسر بعيد الشر عليكم، كانت يعني تتغيب بزاف في ليكول، مرات تجي عندي تقول لي سلفي لي كراري، سلفي لي كذا، واش قرينا واش درنا. بصح انا كنت نقولها لا سيك لا، الحقد بدا يتربى في قلبي، واي حاجه ولات تقولها لي ماما وليت نطبقها نورمال. لحقت للسن اللي لازم عليا باش نتزوج، كان يعني خطبني قداهن واحد، بالصحة اكيد دايما احنا نساء يخطبونا 10 ويدينا واحد، هكذا كان صرالي. جاو بزاف قصدوني للدار، حتى اللي جا الانسان المناسب اللي كان يعني الله يبارك دارو وحده ومرتاح ماديا، هاد الحاجة اللي خلاتني نحبه ونتعلق به. قبلنا والحمد لله كل حاجة فاتت مليح، حتى المهر وعطوني مبلغ زين. وهذا الراجل كان من النوع اللي متفتح بزاف، يعني خليني نخرج خليني ندخل حتى وما عنديش ولاد، حتى وكنت عروسة جديدة نعميه خطرة نشفل روحي تزوجت وكنت جديدة، كانوا خصوني صوالح ومستلزمات في المطبخ نتاعي بحكم كنت ما جبتش معان كبار معايا. أي هو عطالي دراهم في أسبوع من الترويص نتاعي وقال لي تحبي تروحي تشري روحي شري، أصلا هما يسكنوا في قلب العاصمة. أنا تفتحت وعيني تحلو قد الفنجال، وليت كل ما يعطيني مصروف ولا دراهم نحب نخرج وحدي كي شغل قراتها. حتى واحد النهار بدا يقول لي باللي لا الخرجة صح نورمال راكي مسامحة عادي، أصلا ما عنديش علاش نتوسوس منك، نحبك ونعزك وتانيك ندير فيك الثقة، بصح تاع كل يوم فا إيفيا هادي لالا واحد ما راهو رايح يقبلها، أنا كامام راني راجل ونغير عليك. بديت مرة على مرة نقص الماكياج نلبس حجابة تعرض هكذا باش شوية تخف الغيرة، لكن للأسف هو كانت موراه يماه وكل يوم تحرش فيها عليا، تقول له باللي شوف واش راهي دير، شوف لو كان يتحلو لها عينيها تولي ما تدخلش للدار الليل وما تطلقوش. المهم انا واحد الخطره سمعتها قاعده في الكوزينه
بديت نسمع فيها تهدر له في واحد الكلام ما يتقبلوش العقل، اللي هو تقول له المراه رد بالك تحللها العين، الا عطيت لها ومديت لها من نهار الاول راهي رايحه تركب لك فوق راسك. انا يا كي سمعت هذيك الهضره ما امنتش، لانه حجوزتي كانت تبان مليحه وبنت ناس، وتاني كل الهضره نتاعها معايا كانت بزاف هايله وجامي، ولا جرحتني بكلمه واحده حتى انا كنت نعملها هكذاك. بصح ملي سمعت هذاك الكلام بودني خلاص كنت سنيت عليها بالاحمر، وخبرت ماما قاعتينا وش كان صرا. ماما ولات كل يوم تتصل بيا هكذا باش تعرف الجديد نتاعي، وانا طبعا نحكي لها اي حاجه تصرا. وليت نقول لها على عجوزتي كي راهي تحرش في راجلي. هي تما قالت لي شفتي العجايز اللي ما يخافوش ربي، وقالت لي والله العظيم لو كان ما راهيش رايحه تخطيك تخلصها غاليه. مهم انا ما عرفتش كامل وش معناتها تخلصها غاليه، وليت نقول بالك تحلف برك ما عندها ما تدير. انا درت في بالي كيما كانت تحلف بكري في نساء عمومي تدير لهم وتعمل لهم، راهي تدير في نفس الحاجه في عجوزتي. جامي ولا فكرت باللي يما راهي رايحه تحط يدي مع يدها مع الشيطان، يعني بالمختصر المفيد راهي رايحه تولي تمارس في امور ما يخطروش على بالكم، وراني رايحه نحكي لكم كل شيء وشنو كملوا الاحداث باش تفهموا. مره على مره كي تجي لعندي تقول لي جيبي لي صوالح نتاع عجوزتك وحتى تاع الواساتك كاع العزبات، اصلا هما جامي ولا اذوني ولا دناولية، لهذا ما كنتش نحسبهم. بصح عجوزتي هي الوحيده اللي كرهتها كره شديد بسبب التحرش نتاعها، لكن يما ما تقبلتش هذيك الفكره وقالت لي مستحيل نخليك تعاني وتسوفري وش انا عانيت. بديت مره على مره نحكي لها الصح، ومرات نقولها لا لا لا, لا راني مليحه هكذا باش يعني ما تكبرش الحاله، وثانيك ما تبداش تخلط عليا في الهضره. حتى جا النهار اللي قالت لي فيها روحي لعندي للدار. انا رحت عادي وما كانوش عندي الاولاد، راجلي اصلا كي نقول له نروح عندي يما وحبيت نشوفها ونطلع عليها قال يقول لي روحي، وتانيك ولا علمني باش نسوق خطر على خطر نروح في الطوموبيل وحدي. المهم بعد مده وبعد ما مروا هاد الحوايج كامل اللي ملاح واللي ماشي ملاح، بديت الخبث والغل يدخل في قلبي. كنت نحوس ننتقم منها باي طريقه. هي كي بديت نهضر مع ماما واحد الخطره قالت لي باش تبعدي عجوزتك من الطريق لازم بناتها تانيك يتنحاو، خاصه هذوك اللي حرشوها، راكي على بالكي اللي قاعدين في الديار، تمعني على الوساتي اللي ماشي متزوجات. في الاول ما كنتش كامل نحوس ناذي عجوزتي عن طريق السحر، لكن بعد ما يما ولات تعمر لي في قلبي وثاني كشفتها باللي هي تمادات كتر وكتر فماك خلاص. جا النهار الاسود اللي ما راكمش رايحين تستناوه وتتوقعوا وش كنت درت انا وماما. كنت تلاقيت بها في الدار وجبت كامل الصوالح اللي كانت وصاتني عليهم، قداتني لواحد المراه يعني هي تبان طبيعيه كيما حنا عادي وشنو راهي في دارها. قالت لي باللي هاد المراه راهي تبيع الذهب وثاني كمليحه بزاف، ومعطيت لها من عند ربي سبحانه تدير للمحبه ما بين الناس. شفت في يما وقلت لها ولا غير مدابيه، بصح انا راجلي الحمد لله ما عنده ما خصني، يحبني ويعزني ومفششني وتانيك يعطيني حتى درام ونخرج نتقدى وش نزيد. خزرت وقالت لي يا الجايحه دير لك مع عجوزتك ماشي مع راجلك. قلت لها ايه علاش كاين حاجه يديروها للمحبه؟ خزرت فيها هذيك المراه وقالت لي ايه وعلاش لا، نرجعها لك كي شغل يمك اللي ولداتك تعبدك عبيد والعياذ بالله. قلت لها ايه هاتي برك المهم حاجه وصاي. وحبيت نوه لواحد الحاجه، بما انه انا راني ندير فيها تصوالح اكيد ما رانيش نصلي، يعني قدام راجلي برك نشد السجاده ونلعبها نصلي. صراحه كنت نتنوفق باش هكذا يأمني ويدير فيا الثقه، وجامي ولا يحط في باله باللي انا نقدر ناذي يما ولا خياته. هذه كامل كانوا صايا من عند يما. المراه هذه ولات دير لنا صوالح بزاف، ومن بينهم تمد لي واحد العقاقر وواحد يعني الملابس مكرفصين معوجين ما على باليش. المهم خطرات تقول لي هذه الحاجه حرقيها، خطرات تقول لي بخريها في شمبرتك، خطرات تقول لي طلعي للنجوم وطرطقيها. المهم صوالح بزاف ما نقدرش نفهمكم بالتفصيل الممل، كامل راهم داخلين في الشعوذه. وليت نشوف باللي عجوزتي بدات تمرض، ومع مرور الوقت تلقاوها دائما قاعده في الركنه. انا في الاول قلت مستحيل يكونوا الحوايج اللي راني نعمل فيهم هما اللي راهم يمرضوا فيها، بصح يما كانت تدير هاد الحوايج كامل باش تطيحها في بلاصتها. بعدها وليت نشوف راجلي يحبها ويروح ليها ودائما خايف عليها اكثر مني، يعني في عوض اللي ندير للمحبه ونولوا نتراضاو وما بيناتنا
ولينا نمرضوها ونطيحوها في كوانا، وراجلي اصلا ولا يبعد عليا هكذا ما استفدت والو. كي بديت نحكي للمراه هذيك واليما قالت لي لا لا هذا جزء من الخدمه اللي بدينا به. وخطره رحت لعند يما كي عوايدي باش نمارسوا الاعمال الخبيثه نتاعنا. اي تلاقات بيا وقالت لي شوفي جيبي لي اليوم الشعر نتاع جوزتك. قلت لها منين راح نجيبه لك، خير على بالك بلي انا راني ساكنه وحدي ومستحيل انو ندنا لصوالح كيما هكذا. قالت لي دبري راسك من السما من الارض لازم عليك تجيبيه لي، وتانيك الواساتك يليق لك تجيبي لي الملابس الداخليه نتاعهم. قلت لها علاه واش دخل هادوك في هادي؟ قالت لي هادو كامل راهم مربوطين على مع بعضهم وراكي رايحه تشوفي وش راهو رايح يكون من بعد. صدقيني تولي تمشيهم كيما تحبي على كيفك. انا يا اكيد راني رايحه نفرح، وقلت مادام راني رايحه نولي سلطانه في هذيك الدار خلاص. يما بدات تجيب لي في امور اخرى وكملت في كامل الحوايج اللي كانت تديرهم يما، وانا اكيد ما شفت حتى تحسن من غير انه الواساتي اللي يجوا يخطبهم يبطل من عندهم. واحد المره عيطت لي ماما قالت لي روحي نس حقك ماني مزروبه الزربي اليوم قبل غدوه. رحت نجري ليها شفت فيها وقلت لها غير الخير وش كاين؟ قالت لي اليوم راني طيبت لك هاد القصعه نتاع الطعام، راكي رايحه تحطيها في دار جوزتك وتقولي لها معروف من عند دارنا ولا تبري راسك واش تكذبي، المهم لازم عليها تاكل هي وبناتها منه. قلت لها وش من الفايده؟ قالت لي راهي رايحه تريح والمرض هذا اللي راهو عندها يروح كامل، وشنو يروح معاه تاني كالهبال نتاعها والتحراش. انا ما فهمتش كامل مقصودها، اديت ودرت وش قاتلي، اعطيت لهم ياكلوا وكامل كانوا فرحانين لانه تحسبت لهم باللي انا راني نهتم بهم ونتهلا فيهم، خاصه الشيء اللي كنت نعمله معاهم في اخر الفتره. عجوزتي صح شفتها باللي ريحت، بصح الحاجه اللي ما راهوش رايح يتقبلها عقلكم هي انه عجوزتي كي شغل دخلت في زنقة الهبال، ولات تهدر وحدها ولات ما تحملش تقعد في هذيك الدار، خرجت منها وكانت راحت عند وحدة فاميلتها شوية بعيدة جاية تسكن على برا. المهم انا كي شتها راحت قلت اون فات هنيت منها، وزيد ما هيش تضل مرمية هنايا نخدم فيها ونجيب لها وندي لها. وبصح المشكل راهو في ولادها قاعدين كل يوم يجيبوا فيها، وقالت لهم غير هذيك الدار اللي ما ندخلش، ولو كان راكم رايحين تجيبوني بالسيف نقتل روحي وتلقاوني جيفة في الكوزينة. هما خافوا عليها ولاو مرة على مرة يروحوا يزوروها ومرات ينساوها، حتى يعني انا خممت وقلت ايه والله لا يما عندها الحق. وانا بيني وبين روحي قلت اون فتهنيت منها الحمد لله يا ربي اللي خطات من هذه الدار. بصح بعد مدة قليلة مراها شيخي حتى هو ولا ينفر من هذيك الدار، حتى ولادو وبناتو ما قدروش يقنعوه. انا يا ما كنتش كامل نحوس عليهم، اصلا هذا هو المبتغى نتاعي نقعد في هذيك الدار وحدي مهنيه مع راجلي. بصح الواساتي قعدوا دائما يجوا لعندي ويصدعوا لي راسي بيماهم تاع يقولوا لوليدهم روح جيبها توحشناها، ولو حتى هما يقلقوني. وكي نحكي لماما تقول لي خاطك شغل هذوك هما السهلين كي خرجنا العروق نتاع الدار ما تقلقيش كامل روحك. بعد مدة لوستي وحدة كانت تخطبت وتزوجت، أما هادوك الزوج اللي كانوا قعدوا كانوا حتى هما خلاص ولو كان يصيبوا ما يقعدوش في هذيك الدار، يضلوا يتاكلوا ويتضاربوا مع خاوتهم وحتى مع بعضهم على أبسط وأتفه حاجة. أنا يا خلاص شفت باللي الدار كامل فرغت، وتما قررت باش نجيب ماما تسكن عندي. قلت في عوض اللي نقعد رايحه وجايه لعندها راهي رايحه تكون قدامي وكل شيء يكون ساهل معايا. بصح راجلي كان معارض هذا الفكره، وكي حكيت لماما قالت لي لا لا ما نمرقوهاش، وتانيك المراه اللي كانت دائما تزورها وتروح وتمد لها هاد الشوفات كانت وصاتها، وقالت لها لو كان مراكش رايحه تحرصي على السحر اللي راه مدفون في المقبره ديري مليح في بالك باللي قاعتينا يولوا لهذيك الدار، وراهي رايحه تتفركت بنتك مع راجلها ويصرى فيها العجب المعجب. ماما كانت دائما تحوس غير على مصلحتي والهنا نتاعي، هذيك الجبانه وقعدت واقفه عليها مرات تروح تزور باش تشوف الصوالح نتاع وحائله مازالهم تم باش هكذا ما يصرى لي والو. حتى جا النهار نتاع الفاجعه اللي ما راكمش رايحين تتخيلوا واش صرا فيه. هذاك السحر ما لقاتوش يما، بقات تندب في حناكها، جات للدار غير تعيط. بابو كان لاحظ عليها، راحت لهذيك المراه حكيت لها كاع واش كان صرا. قالت لها ما تزيديليش، قالت لها على بالك باللي كاين ناس ورجال راهم دائما يدوروا على المقابر باش ينظفوا السحر اللي يكون مدفون، ويلا كان انتي السحر نتاعنا راهو راح والتفسخ
ديري مليح في بالك بلي راكي رايحه تسمعي اخبار ما همش مناح من القدام، وديري ثانيك مليح في بالك بلي الجن اللي راهو يحاص في بنتك راهو رايح يموت. بديت نسمع غير في هذاك الكلام وقلبي يرعش، وليت رجليا ما نحسش بهم. حتى جا واحد النهار اللي عجوزتي جات للدار طبطبت وقالت لنا راني رايحه نموت وحبيت نموت هنا في داري، انا ما استنيتش كامل منها انها تولي، لانه صراحه الكلام نتاع هذيك الشوافه كامل كان صحيح. عجوزتي جات وحطت روحها في الشمرة هذيك، بعد مدة شهر ونص كانت توفات، وبعد مدة قليلة زدنا سمعنا على شيخي باللي حتى هو توفى ربي يرحمه. أنا ما حزنتش عليهم أصلا، ما كانوش في راسي. الشيء الغريب والغير متوقع هو واش صرالي أنا موراها. كنت رفدت بالحمل والبيبي نتاعي كان طاح، وزدت موراها تاني كرفت، لكن للأسف الحمل اللي نرفته ما يستقليش. راجلي كي شاف هاد الحالة عليا ولا كشغل ينفر مني وما يحبنيش، وقال لي تانيك بلي راني رايح نعاود زواج باش هكذا نجيب ولد ولا بنت اللي تحمل اسمي. انا اكيد ما رانيش رايحة نرضى، وقلت ليما تكمل الخدمة نتاعها لراجلي باش يعاود يولي حتى هو يحبني. بصح يا ويلي ويا سواد ليلي على الشي اللي عملته. كانت جابت لي واحد الامور غريبة باش نعلقهم في الخزانة في القجر نتاعو، درتهم. لكن للأسف راجلي كان من النوع اللي مؤمن ويصلي الفجر في الوقت، يعني الشي اللي عملته كان كشفني بلا ما نجيب انا خبر لروحي، وهو كان دايما الحاجة اللي صيبها يروح يفسخها عند الراقي. وليت في خلاص عايشة في دوامة، وقريب راني رايحة نخرج من عقلي. يما حكمها واحد المرض ما كاش كامل في الجزائر، داوينا عند اكبر الاطباء في البريفي وحتى ديناها لخارج الوطن بصح والو، وقالوا لها باللي المرض نتاعك راهو ما يداواش، واكيد راكي رايحه تستني الساعه نتاعك وراح تكون في اقرب وقت. وكيما كان الحال انا اصلا يما كانت كبرت ورات لي هاد المراه وقالت لي كملي عندها، لو كان ما كيش راح تكملي حياتك تدمر كيما انا راهو صاري لي دركا، يعني حتى في الممات نتاعها وما ندمتش وما ولاتش للطريق. على كل هذه غلطتها ودارتها هي، بصح انا دركا راني نخلص. هي توفات، مرات ندعي لها بالرحمه ومرات نقول ربي يحرقها لانها رباتني على هذا الطبع وخلات الحقد في قلبي. بعد مده قليله راجلي كي ولا يشوف هاد الامور كامل غير ساكت وجامي ويلا بين ليكش حاجه. حتى جا واحد النهار اللي كان صدمت حياتي، الراجل هذا دخل الدار بواحد الوجه غريب كيشغل انسان اخر راهو قدامي، رمى عليا يمين طلاق وانا ما رانيش عارفه كامل علاش، بصح هو كان فاقلي والراقي هو اللي طلب منه هاد الحاجه. حاوزني في نصاص ليالي وقال لي لو كان راكي رايحه تولي لهاد الدار نشتكي بك عند الجدارميه، وعندي شحال من دليل ودليل يثبتوا باللي انتيا ويما كنتو ديروا في السحور لهذا الدار، فركتونا شتتي كامل الاسره، ربي وكيلك ان شاء الله. انا في الوقت الحالي وليت لدارنا مع بابا المريض اللي كبير في العمر بزاف، مسكين ما على بالوش كامل الدنيا وراهي صاده. انا بعد ما فوت هذيك لا سوفرونس وليت للدار الكبيره للحوش اللي تربيت فيه، والحسد والغل كامل في قلوبهم. الحمد لله اللي راجلي ما جاش لتما وفضحني على العمايل اللي كانت تدير فيهم يما وانايا. راني عايشه حياه مطلقه عاديه، بصح ضمير نتاعي اللي راهم انبني. خليت عجوزتي وشيخي هاملين من الدار سنوات وسنوات، وجامي ولا خممت نعاود نردهم ولا نراضيهم على جال حاجه بسيطه اللي هي زعما عجوزتي تحرش في راجلي عليا، وخليت القلب نتاعي يموت وندير هذه الاعمال. صدقوني حكايتي راهي اغرب الى الخيال، بصح نقولكم حقيقيه، وكاين الناس بزاف 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 يديروا الشرور اللي ما يتقبلهمش عقلكم. اصلا حنا كي كنا نروحوا لهذيك الشوافه كانت تحكي لنا على شحال من مرا ومرا يديروا هاد الحوايج، هذا كامل باش زعما تحفزنا وتقول لنا افونسيو في الصوالح اللي راكم ديروا فيهم، كلي زعما رانا نديروا في حاجه مليحه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا في الوقت الحالي راني ندمانه ووليت لطريق ربي سبحانه، راني نقرا المصحف ندير ايات قرانيه في الدار. ملي وليت وتبت راني منوم في عجوزتي بزاف، ومرات نقول نروح نطلب من العائله نتاعهم السماح،
ومرات نقول لا لانه طليقي راهو حالف عليا بيمين، لو كان نولي ثم يجي لدارنا ويفضحني، يخليني صوره سوداء في نظر كاع العائله نتاعي. والله العظيم يا اختي غير راني نكتب لك والدموع راهم في عينيا وقلبي راه مقبوض، لانه هاد اليامات خلاص لحقني الموس للعظم وقلت لازم نحكي قصتي. منهم كاين ناس بالك راهم رايحين يدعوا لي باش يثبتني على الطريق المستقيم، وكاين ناس اكيد اغلبيتهم راهم رايحين يلوموني ويقولوا لي بلي انتي ما تسواش وقتاله ودرتي وصنعتي. ما راني رايحه نلوم حتى وحده، ونقول لكم كاع كتبوا لي رايكم نورمال.